فرق الدولار صعد الاسعار، بالاضافه انه كثره الشركات، يعني تروح تسال بمكان يقول لك بهالسعر، تسال بمكان ثاني سعر ثاني، وهذا منطي شركه وهذا منطي شركه، فيصير فارق كثير. من اللي يتحمل هذا العبء؟ والله على اغلب الحكومه المركزيه، يعني هو المريض اكيد انه ده يدفع فلوس ازيد. يعني فرق الدولار هسه الحاجه اللي كان متعلم ياخذها مثلا ب 10,000 هسه صار ب 12-13,000. زين شلون نقضي على التفاوت هذا بالاسعار؟ يعني مين يقوم بهالمسؤوليات؟ والله اكو كثير، يعني ممكن التسعيره المركزيه اللي من بغداد اللي اشتغلوا بها وحاليا اعتقد توقفوا، يعني او ما توقفوا صار بها مشاكل كثير. يعني تجي ادويه مسعره، تجي ادويه ما مسعره، حسب يعني المفروض من بغداد، يعني من وزاره الصحه. يعني كلكم خريجين صيدله؟ نعم. المراجع اكو مراجعين يجيكم يقول لك انا ما عندي؟ اكو كثير كثير، نحن يوميا صادف هذا الموضوع، يعني حالته تعبانه ودواء مستحق، يعني ما القلب او شيء مزمن، والله ننطيه يعني على الله، والباقي اللي نقدر نساعده نساعده، واللي ما نقدر اكو شركات غاليه مكلفه جدا، اكو شركات لا اسعارها مناسبه واسعارها زينه وحسب. ايش بيه الحجي؟ والله هو عنده عجز بالقلب، سكري، ضغط، القولون، عنده العصب السابع. الادويه شلون معاناتكم يعني؟ والله يعني مشكله عندنا، يعني هو متقاعد بس يعني نحن اغلب الامرار بنص الشهر نرجع نتدين من قبل الادويه اللي ناخذها، يعني الادويه اللي ناخذها كلها غاليه. يعني عندنا اصلا اكو شريط ناخذ ومنطق ناخذ باكيت كامل، الباكيت مالته ب 40. قبل يومين احنا فتنا على الدكتور وطلعنا الادويه مالته كلفت علينا 100,000. 100,000؟ 100,000. قبل صعود الدولار، قبل صعود الدولار ايش قد كان؟ والله نحن يعني اقل احسن من هسته، يعني كان 50 مثلا. ايه 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 والله. ايه صعود الدولار اثر عليكم؟ ايه والله اثر علينا، يعني هو بالنسبه له متقاعد يعني وكل البيت علينا. والله عنده الكلى ماله وبتضغب من الظهر على الكلى. اي والله. سووا له غسل كلى لو؟ لا اخذنا له نفراز. حكومي سويته لو سويته؟ لا برا والله ما حكومي. 150 والله. الادويه اكو فرق بين صيدليه وصيدليه؟ كلنا والله اكو، اي اكو فرق، يعني ناس تبيع غاليه وناس تبيع رخيص. و شهر كم مره تجينا على الدكتور؟ والله هاي هذا الاسبوع 3-4 مرات جبناها طلعناها. تشترين ادويه؟ اوكي والله تقريبا هذا الاسبوع واحد بين 150,000 بس علاجات، هم على اساس الظهر وكلى وهي. الاطباء ايش قد ياخذون منك؟ 10,000 للكشفيه.